السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم وبركاته متابعي قناة ناصر تي في، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اذا ايام قليلة فقط وتفصلنا ان شاء الله على عيد الاضحى المبارك. عودنا درنا زيارة للسانكوري، سانكوري يعني اللي معروف وطنيا، متواجد بالحراش. نشوفوا خوتي واش جابوا سلعة جديدة، كيفاش اسعار، اسك هبطت شوية ما هبطتش. سينو خوتي يعني دائما احنا ربما نعطلكم فقط نظرة خوتي، تحبوا كاين ناس تحب تشوف، كاين ناس اللي تحب الكيباش ربما اللي حتكون غالية، احنا فقط خوتي نديروا نظرة العامة. لهذا نشوفوا ندخلوا ونشوفوا نساوموا الاسعار وراح تشوفوا ربما كيفاش خاوتي ان نورمال حنايا في سوق في السانكوري عفوا. اذا خاوتي نبداو لكم هذا، يعني هذا راه في برا فقط هكذايا. نشوفوا كاين خاوتنا اللي يحبوا الجور هذايا، شوفوا خاوتي الله يبارك، هذايا راهو في سداس هنايا جيست في الدخله تاع السانكوري ما شاء الله. خونا بالمناسبة خونا راكو تشوفو هذا مربيه، يعني ماشي شراو عاودو البيع. خويا واش راك ديري صافا لاباس؟ يعني ناصر تي في خويا العزيز صافا الله يبارك. دوك هذا مي غاداك شي تبيعو خويا؟ مي غاداك شي تبيعو؟ قولي معاك نشري واحد اخر نعاود نفورميه هكذايا صافي بليزير، ربي يعاونك خويا العزيز. هكذا سي بيان جابك 8. شوفوا خوتي بالمناسبه كذلك عندنا هذايا، هذا في سداس خونا هكذا. نعم سداس جديد الله يبارك. ما شاء الله. شوف هذوك الشويبات صحيت حاجه شابه. يبان خروف يبان خروف خوتي. هذا هو الحراش يعني معروف كيفاش هكذا الله يبارك خونا، ربي يرزق خويا العزيز صحيت. إذا خوتي توجور مازلنا في الدخلة يعني. نعم سيدي مخلوف، سيدي مخلوف الأغواط. إذا نحيهم بالمناسبة خوتي، مازال ما دخلناش يعني لسانكوري جيس برا، ولكن كذلك خونا جاب لنا سلعة لهنايا الله يبارك. والأسعار راهو يقول من 7 حتى 10 خوتي. هذه يا خوتي الناس اللي تحب تضرب جولة لسانكوري خوتي، دائما ما تنتقدونيش على الاسعار. خوكم ناصر راهو 5 فصل فقط، وخوتي يعني دوك نتوما انسان اللي ربما ما قدرش يشخا راهو يشوف فقط، هذا ما كان صراحه. شوفوا خلاص اللي ما يعرفش السانكوري، اللي ما عندوش يعني لوكازيون باش يجوز للسانكوري راهو يشوف، هذا ما كان. دوك كل فيديو تعليقات اسعار، اسعار الله غالب خوتي، هذه هي الجزائر الله غالب. المهم سلعه الله يبارك خوتي. خونا زيد تدخل سلعه ان شاء الله، ان شاء الله راه يزيد تدخل السلعه. اذا تقدروا تضربوا جوله خوتي، ربي يقدر. بارك الله فيك تو، شوف يعني حبينا نبازيو عليهم الماكسيموم خويا، بارك الله فيك خويا العزيز صحيت. اذا خوتي هذه هي الدخله، ندخلوا نضربوا طله هكذايا، نشوفوا واش كاين في السانكوري، نبداو نشوفوا واش كاين السلعه هنايا في السانكوري. السلام عليكم. هكذا دوك نبداو نعطي لكم نظرات خوتي كامل واش كاين هنايا في السانكوري، ربما راح يكونوا فيها جزء اجزاء ان شاء الله. حنا علاش نقسموا خوتي الفيديوهات هكذايا باش ما نصمطوش عليكم، فقط 4 ساعة ماكسيموم، لهذا يكونوا بالك فيها جزء اجزاء خوتي. بسم الله ما شاء الله، شوفوا يعني السلعة اللي تدخل للسانكوري يعني حاجة قوة الله يبارك. شوف خويا العزيز واش راك له؟ بارك الله فيك خويا العزيز، قوة يعني صراحة يعني. نعم؟ اسمه طول الكاي. شاد خو شاد. سي طوماش خويا يعني السلعة الله يبارك، ولكن دائما الأسعار هذه يعني نقدر نقولوا هذه هي عيادة ونص الله يبارك خوتي. هذه هما إيماجين في الربع وفي الثني خوتي، هي السلعة الله يبارك، ولكن بالنسبه للاسعار راكو تعرفوا خوتي ما شاء الله خوتي. ما نشوكيكمش بس بالسومه، معليش خليني نشوف واحد اخرين ونشوف شحال السومه تاعهم، باسكو هكذا يكرهوني خوتي. انا حبيت فرق نعطي لكم نظره فقط باش تشوفوا يعني السلعه اللي تجي لسانكوري خوتي، تقدروا تقولوا بالك سلعه بلاسك سبيسيال خوتي.
ومعروف يعني. زاد دخلت هذيك سلعة هذا وين جات توجر قوة خوتي الله يبارك ما شاء الله. هذا وين هذه السلعة توجر مع أخونا هنايا سلعة حاجة قوة. شوفوا خوتي يعني ما كاش صغير الله يبارك خوتي كامل خشن خوتي كذلك بسم الله ما شاء الله. شوفوا السلعة خوتي يعني قلت لكم الإنسان الكوري يعني يتميز كيفاش ضخمة بزاف الله يبارك خوتي. هادو ما ويقول أخ كامل فربة يعني ما كاش سداس ولا. شوفوا هذا خوتي الله يبارك هكذا خوتي. يبقوا ان شاء الله 4 ايام 5 ايام نعيدوا ان شاء الله. اذا انت تقدروا تجوزوا خوتي اللي يحب احجام كيما هذه يا اللي يحب كذا يضرب جوله يعني ما كاش صغير خوتي. هنا كامل حاجه قوه حاجه خشينه هذا ويلحقني او يلحقني في الطول خوتي. هذا شوفوا الله يبارك يعني صراحه خوتي يعني راه قدنا في الطول. دخل هذه واش من المنطقه جا هذا ما سيدي عيسى خوتي. سيدي عيسى هذا ما امثله يعني معروفه امثله معروفه بالكباش هكذا الله يبارك خوتي. عندنا كذلك السلعه هذه هذه يا راه يقول في 7.5 هذه 7.5 خيار 8.5 ساعة 5.5 ديال 7 خوتي يعني السلعة كاينة متواجدة بكثرة. بوني شتيهم دوكا والله ما حبيت نقول لكم الأسعار خوتي سمعوا لي سمعوا لي يعني حشمت في بلاصتكم ولكن كيفاش خويا؟ صافا شويا لاباس بيان. هادي هما 7.5 8 9 خوتي. هادي هي السلعة لهنايا. هادي ما نخليها لكم شي قلبكم ها روحوا خوتي معليش 22 مليون. شوفوا خوتي الله يبارك بسم الله ما شاء الله خوتي المصغر راهو طويل ولكن راهو قده في الطول الله يبارك ما شاء الله. شوفوا خوتي كيما يقول يعني صدر الله يبارك يعني خوتي. هذه هي وهذا هي ربع هكذا خونا ربع اربع خوتي فقط يعني حاجه صغيره ولكن قوه الله يبارك خوتي خوتي نزيدو نهبط لكم هذوما هذوما يعني حجمه احجام صغار والاخر يقول هنايا 5.5 خوتي. هذه هي خوتي يعني سي دوماج ولكن الله يبارك خوتي اللي يحب لي يعني انسان اللي عنده دراهم ويقدر ننصحو يجوز لسان كوري بارسكو خوتي ما شكيش راح تلقاك باش خشان كيما لهنايا. السيد في الطول تاعو دوكا شفتوه خوتي السيد متر تقريبا 78 الله يبارك كيفاش قريب لحقو في الطول يعني ماشي حاجه سهله باش تكبر وهكذا ولكن الناس ربما اللي تقدر. إذن هادو ما خوتي قلت لكم راهم في 5.5 5.5 إذن خوتي كذلك عندنا هادو ما راهو يقول 65 يعني الآن دوك هنا نقدروا نقولوا الأسعار تبدا بالك قليلة يعني حتى بالك من 4.5 حتى يعني تلحق 30 مليون خوتي 65 عندنا السلعة هادية راهم يقولوا في 5 ملايين كذلك هادو هما في 5 راكم تشوفوا خوتي. دائما في السانكوري اللي ما عرف السانكوري خوتي الحراش هذه يعني اي واحد سقسوه تقول لهم في الحراش السانكوري راح يوجهكم الله يبارك. عندنا سلعه كيما هذه كذلك هذا وين خرجت سلعه يعني كامل شابه يعني الحمد لله يا شاب يخرجوهم ياكلوا الله يبارك
ما شاء الله. هاني جاي. وهذا شحال اخو جارو؟ 75 خاوتي 7 ملايين ونص. 7 ملايين ونص خاوتي صافا بارا نقولوا صافا يعني في النورم تاع هذا العام راهم نورمال. يا رشيد عندنا كذلك السلعة هذه منا الصغيرة خاوتي. هذه راه يقول في الخمس عندنا من 55 اذا هنايا كما يقول الاخ من 55 حتى ل 75 هكذا. الله يبارك كذلك سلعه 55 6 ملايين 6 ملايين ونص يعني خاوتي صافا بارابور يعني والله غير دوك نشوفوا خاوتي صراحه يعني راهي واش نقول لكم خاوتي صافا يعني شوفوا شوفوا هذايا الله يبارك دوك هذا شحال يلحق هذا خونا؟ هذا هذا 68 68 مليح خوتي والله اي والله خوتي دوك نقول لكم مليح يعني بارابور لهذا العام ما نحكوش العام اللي فات ولا يعني صافا الاسعار بارابور لهذا العام يعني انا شفنا البارح في الاسواق يعني كيفاش راهي غاليه بزاف وهنا في السانكوري يعني كاين بزاف الناس يتنتقدوا تقول لك السانكوري غاليه ولكن راهم في لي نورم يعني كيما راهو السوق سي فيري راهو غالي ولكن راهو في لي نورم تاع السوق لا واش قلت لهم دوكا قلت لهم دوكا حنايا شغل يعني هنايا راه مرخص على السوق صراحة راه مرخص على السوق وكيفاش شابين خوتي يعني حاجة إنسان يعني عيادة ولكن سيفري لازم تكون شابة تكون ماشي دوك المتنشفين ولا الله يبارك يعني ودوك نشوفوا لا لا الحمد لله لا لا الحمد لله الحمد لله كامل صحيح الله إذا دوك تشوفوا خوتي الكباش الخشام بزاف كذلك الله يبارك سلعة قوة بزاف خوتي يعني هذو ما أستر 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 خوتي راح تشوفوا كيفاش كذلك عملاء الله عيس خوتي صراحة شوفوا خوتي راني الحق سيد في الطول شوفوا الله يبارك الله يبارك صراحة خوتي يعني السلعة اللي قلت لكم ربما راح تلقاوها اير يعني صراحة لا الله يبارك دخلنا هذا شحال الحق هكذايا 19 خوتي يعني 19 مليون شوفوا الله يبارك شوفوا كذلك هذايا 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 نقولوا قيس قيس 8 ملايين خوتي هذا يعني كذلك لا لا راه في لي نورم الله غير صراحة خوتي انا دائما خوكم ناصر يخمم عليكم يعني شغل انا ما نزيد مع البيع ما نزيد مع الشاري لا لا الله شوفوا هذا خوتي كذلك هذا الله يبارك صراحة خوتي لو تجوا راح تخلعوا يعني كي تشوفوا حجم كيما هذا بسم الله او لحقوا في الطول خوتي لحقوا في الطول الله يبارك ما شاء الله والاسعار خوتي راهي صافا يعني راهي مليحه بارابور خوتي يعني السلعه تاع من الزوالي يا خويا المرفاه بصحته يا خويا يشري ب 20 30 40 بصحته وهذه هي كل واحد على حسب مقدوره شوفوا هاوليك خوتي كبيش الله يبارك 6 ملايين خوتي الله يبارك والله غير شبيه بصراحه حاجه شابه قيس قيس شوفوا خوتي هذا كذلك المقران هذايا الله يبارك خوتي يا صاحبي الله يبارك خوتي كبش هذا في الحومه يعني ماشي انسان باش يزوق خوتي ولكن يعني اضحيه تاع تقرف يعني صراحه خوتي يا الله يبارك خوتي يعني الحجم راح تشوفوا قدامك هذا كنت حطوه في الحومه الله يبارك لازم دير له خمسه لانه خوتي كبير بزاف دوك كيما اربع هذا يا برك خوتي فقط اربع برك يعني الحمد تاعو ما راحش يكون يعني عظيم بزاف تنيان الله يبارك ودوك كيما هذا شحال حق خونا هذايا 25 خوتي 25 مليون الله يبارك يعني هذه هي السلعه عندنا تتوصل عندنا شوف عندنا من 5 ملايين من 5 ملايين خوتي من 5 ملايين ونطلع هكذايا باش دوك نشوفوا خونا هكذا المباشر الى حبي خلينا رقم الهاتف خوتي تقدروا تتصلوا تقدروا هكذايا سي ابي فري راك واش تو السلعه اللي كاينه بون زيد السلعه تدخل هذو اليومات الاخرين زيد تدخل هذه السلعه اذا خوتي تقريبا قريب 900 راس الله يبارك خوتي ملايكه انا السلعه خوتي 900 راس الله يبارك اضربوا جوله وتشوفوا خوتي ما شاء الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.